ثم كما تشوفوا الاخوان نوريكم واحد التجربه. هانتوما شوفوا هذا شو كي داير، وهذا شو كي داير. شوف الاخوان هادو خلطتهم بجوج باش كسيت اللون. هذا باش تخلط عطى اللون مغلوق بزاف، خلطنا وعطانا داك الشيء مغلوق وخلطناه واحد مع واحد وكسينا اللون ديالنا الخوت باش يجي بحالو بحال الخشب. هو هذا يعني ما درناش بوحدو، ها هو بقينا تنزيدوه في الابيض تتكسرنا مع اللون ديال هذا الباركي هذا. يا باش تكونوا عارفين الطريقه الخوت، كون كن درتو بوحديتو غادي يجي مغلوق بزاف، ولكن انا راه فتحتو زدت له البيج مفتوح. وتحيه ان شاء الله كما تشوفوا راه طلعنا اللون ديالو. يعني الماستيك الخوت يعني ماشي تشوفوا الباكي تخافوا منه تجروه في الكراطه ولا شي حاجه، لا مشيو الماستيك مزيان تعمروا الجوانب، ولا كان الباكي مخدوم هكا ما تبقاش تجروا الكراطه هكا، تيبقى فيها تكون الكراطه مزيانه ولكن جروا على الطول ديالو. الباكي على الطول جروا على الطول الخوت كما تشوفوا، هذا هو فينيسيو الباكي ما تبقاش فيه الوسط. لما تكون عندك الاستراتيجيين هكا يزيد ضربو بالكراطة تيتبينا مزيان، ولكن إلا شريت هكا تيبقى فين سويت جر هكا. وانتوما الإخوة شوف كي تيبقى الباكي، وزي إلا شريتوه وشفتوه يلبس ومازال فيه مصرجي شوية شلو شوية دما من الفوق وليو فين يهون. هادي هي الطريقة في الباكي لي تنخدم فيها الخوت أنايا. هانتوما الخوت تشوف ها الباكي كي تيبقى تيتنقى، ولكن ما تنجرش هكا تنجرو على الطول. وتبارك الله عليكم الخوت مشي الماستيك يشرف. هانتوما كما تشوفوا الحباب البلاصه اللي جريناها بالكراطه كنقيها، وتبارك الله عليكم.